Assalamu دك يا جبال نحن في القمم اصنع الرجال ايقظ الهمم دك يا نسمع عن السحور في شهر رمضان المبارك ونسمع في الأحاديث التي تلقى في المساجد أن السحور بركة، لكننا أحيانا لا نشتهي الفطور بسبب العشاء المتأخر ونترك هذه البركة، هل علينا إثم في ذلك أم لا وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد فلا ريب أن السحور سنة وقربة، لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، تسحروا فإن السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وكان يتسحر عليه الصلاة والسلام، فالسنة السحور ولكن ليس بواجب، من لم يتسحر فلا إثم عليه، لكن ترك السنة فينبغي أن يتسحر ولو بقليل، ليس من الناس يكون كثيرا يتسحر ما تيسر ولو تمرات أو ما تيسر من أنواع الطعام في آخر الليل، فإن لم يتيسر أو لم يشتهي الطعام فشيء من اللبن وعلى الأقل الماء يحصل من الماء ما تيسر ولا يدع السحور، فأكلة السحر فيها بركة وفي خير كثير ونعود للصائم على أعماله في النهار، فينبغي للصائم أن لا يدع السحور ولو قليلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، وهذه البركة لا ينبغي أن تضيع، بل ينبغي أن يحرص عليها ولو بشيء قليل من الطعام أو من التمرات أو من اللبن، يستعين بذلك على أعمال النهار الدينية والدنيوية. نعم. دك يا جبال نحن في القمم اصنع الرجال أيقظ الهمم دك يا جبال دك يا جبال دك يا جبال دك يا جبال هيا يا أخوان نردع الطغيان بالسيف والقرآن والزكاة.